كان عندهم اليوم بالطبع العينين البرامج اللي غتكون داخل المعرض الدولي للكتاب هنا في مدينه الرباط بعد يعني النجاح ديال 2022 و23. انتظاراتنا ان يعني نقربوا مره اخرى الكتاب للمغاربه والكتاب للمغاربه. هذه فرصه مره اخرى للقاء ما بين يعني المغاربه ومن كتبهم. ثاني حاجه اللي كنعتبرها مهمه بالنسبه لهذا المعرض هذه السنه هو ان ضيف الشرف هو اليونسكو. هذه المؤسسه اللي حاضر فيها المغرب بقوه، وبالطبع هي مؤسسه للتربيه للتعليم وللدفاع على التراث المادي والغير مادي. هذه فرصه باش نعرفوا بالاعمال اللي كنقوموا بها داخل هذه المؤسسه، وحتى باش تزيد تعرف هذه المؤسسه بالاعمال اللي كتقوم بها هي على الصعيد الدولي. وكيبين مره اخرى الخيار والقبول من هذه المؤسسه ان الحمد لله المغرب عنده مكانه مهمه داخل هذه المؤسسه. ركزنا كذلك على مجموعه ديال الانشطه موجهه للاطفال وللشباب، اعتبارا ان الدور ديالنا الاساسي هو ان نشتغل مع الاجيال الصاعده باش يكون هناك اهتمام بالقراءه وبالكتاب، خاصه ان التحديات ديال 2024 ليس هي التحديات ديال الجيل اللي كبرت فيه انايا، لان اليوم كاين ما يسمى بالرقمنه يعني بالديجيتال اللي يمكن لها في نفس الوقت عندها مجموعه ديال الايجابيات بالطبع، ولكن في نفس الوقت كتهدد الورق والكتاب. ففي هذا الاطار لابد ان يكون هناك جهود اقوى واكثر من طرفنا، وهذا الشيء اللي كنخدموا عليه في اطار هذا التنظيم. يعني كاين هناك مجموعه ديال الانشطه، مئات الانشطه مخصصه للشباب والاطفال، كاين هناك شراكه مع وزاره التعليم كيف ما كتعرفوا باش يعني المدارس او الاطفال في المدارس كيجيو لهذا المعرض باش نقربوهم. والتحدي ديالنا مره اخرى حتى العاملين في الكتاب انهم يوليو كيهتموا اكثر واكثر بالكتاب الطفل، ويكونوا هناك ابطال مغاربه بقصص مغربيه باش يكون اهتمام ذاك الطفل بذاك الكتاب. يعني خصنا نبداو كيف ما جاري به العمل على الصعيد الدولي، الاهتمام ديال الطفل بواحد القصه كتكون دائما بواحد الايغو بواحد البطل. حنا بغينا كذلك يكونوا ابطال مغاربه ويوليو قصص اللي كل واحد فينا كيكبر بواحد القصه. حنا كبرنا مع مجموعه ديال القصص، بغينا دابا كانت عربيه كانت اجنبيه، بغينا اليوم القصص تكون مغربيه، وهذا هو التحدي. شكرا. من خلال هذا المعرض سيتمكن الكتاب ديالنا بعرض الأعمال ديالهم والإدلاء بآرائهم، وكذلك غتكون فرصة بالنسبة للطلبة ديالنا الجامعيين والطلبة الأجانب باش يستافدوا من هذا المعرض هذا. وبغيت من هذا المنبر نشكر صاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصره الله اللي تفضل وعطى العناية ديالو السامية لهذا المعرض، واللي كنتمنى حنا كمنتخبون وكنتمنى من ساكنة مدينة الرباط وكنتمنى من رؤساء المقاطعات ومن جمعيات المجتمع المدني ومن الساكنة أنهم يلجوا بكثرة بانتظام لهذا المعرض باش يستافدوا منه ويستافد منه الزوار ديالو اللي كيجيو من جميع أنحاء المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.